Transparent. أصدقاء المغربي يهبون إلى مساعدته في هذه الظرفية الاستثنائية التي يمر منها جراء زلزال الحوز المدمر. غطرت طلبات مد يد العون من طرف الدول الصديقة وإسبانيا الجارة الشمالية عجلت بإفادة طواقمها المختصة في الإغاثة والبحث مترجمة قولا وفعلا صدق ومتانة وصلابة علاقة متضررة من الزلزال. يبيت الناجون بعيد، أجبرت الهزة الأرضية السكان بالبقاء في العرى خوفا من الارتدادات الأرضية ومن انهيار ما تبقى من المنازل الطينية المتشققة. عن المباني الطينية والإسمنتية المنهارة والمتشققة وإلى 7 درجات على سلم ريشتر حول